السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم غديوة صيفية خفيفة ولا عشيوة كما تحبوا. المهم كلش بارد في بارد. نبدأ بلا غوسات الأولى اللي هي لو كاسباتشو، اللي هي اون سوب دو طومات اي دو بوافرون. سي اون غوسات اسبانيول، فيها الوغ انا عندي لهنايا البازيليك، الوغ لي زانغريديون مكتوبين في الفيديو كما راكم تشوفوا. نزيدو دوطخ انغريديون، دوطخ مقادير نزيدوهم او فوغ يا مزور نقولكم عليهم. راه في الفيديو هذه كلش واضح، ما نيش حنهضر بزاف، راكم تشوفوا حبه خيار، حبه فلفل احمر، طماطم، بازيليك اللي هو الحبق، زيت زيتونه، ملح، في الكحل، وطرف نتاع خبز يكون بايت. نقص كلش كما راكم تشوفوا في الفيديو. اساسي نحيو هذوك العروق البويض نتاع البوافرون تاع الفلفل الحلو اللي ملي تلقوا المراره. نحيو تاني الزراعه، نقصهم كما قصينا الخيار. نقصو كلش كما راكم تشوفوا. الطماطم نحيو لها البيدونكول تاعها، ما نحيوش الماء اللي في الطماطم والزراعه لانه هذاك هو الماء اللي يخلينا لا سوب تجي مليحه. كاينين اللي يحبوا يقشروا الطماطم وكاين اللي ما يحبوش، لا غوسيت فيها وعليها. انا لهنا ما قشرتهاش، واذا بغيتوا تقشروها حطوها في شويه تاع ماء سخون ومن بعد ما بارد وقشروها. خيروا بصح الطماطم اللي تكون مليحه وطايبه وطريه وفيها الكو مليح. لهنا جي يوتيليزي طماطم اون غراب، طوماط اون غراب. فوق الطماطم زدت زوج روس تاع ثوم، دو لاي، وريقات هذوك تاع الحبق قطعتهم بيدي كما راكم تشوفوا. و
وفتت شوية الخبز هذاك البعيد طريف صغير، هو اللي يعطي لا كونسيستانس لا سوب نتاعنا، لو غاسباتشو نتاعنا. نزيد كل المكونات دون ان بول، نخلطهم بك، نحط ملح وفلفل الكحل، خل، زوج مغرفات نتاع خل، وكثروا زيت الزيتونه، حطوا 4 الى 6 مغارف زيت زيتونه، من الاحسن زيت زيتونه. نخلط هذه المكونات، ندير البابي فيلم ونخبيهم في الفريجيدير، ولكن عدتم زربين في الكونجلاتور. من بعد ما يبردوا مليح نحطهم في البلندر، الخلاط الكهربائي، ونرحي هذه المكونات بكل. من بعد ندوق على الملح ولا لا كونسيستانس، نشوف زي ما شراي لاسوب تاعي، الا جاتني عقده بزاف نزيد شويه ما بارد، لا ما جاتنيش عقده وعجبتني نخليها هكاك. لهنا لازم ترحيو بيان بيان بيان، لا عاد الرحاي تاعكم موش مليح لازم تصفيوها. ها هي لا سوب غاسباتشو تاعنا، نحطو شويه من الفوق ان فيلي دويل دوليف، وناكلوها بارده، وهي من الاحسن تترحى افون تسيرفير. دوزيام روسيت اللي هي شامبينيون فارسي، نشيو لي غرو شامبينيون افارسيخ، شويه موتزاريلا، شويه ايمونتال، سيل، بوافر، ملح وفلفل الكحل، اي فرماج تحطيه مليح. واش نديرو؟ نحيو لو بي تاع الشامبينيون. لي شامبينيون هادو الكبار حتى ما تغسلوهمش، تمسحوهم افيك ان بابيي سوبالان، لانه ديجا موجدينهم من قبل، ونحي لهم التراب هذيك الكثيره وما يجيش فيهم التراب. نحيو قشروهم كيما راني درت انايا، قشروهم وحطوهم في البلاطو فوق ان بابي سولفوريزي. سخنوا الفور تاعكم على 200 درجه، هاني مقشرتهم وحطيتهم فوق البابي سولفوريزي، نملحهم وندير لهم شويه في الكحل لانهم شامبينيون صامت كما تعرفوا، ما فيش البنه بزاف. نزيد نملح وندير فلفل الكحل فوق هذيك الموتزاريلا تاني، اللي عندكم بالكم بلي الموتزاريلا مسوسه، اذا درتو طراف نتاع ليمونتال ولا اي فرماج واحد اخر، ميم دي فرماج فوندو ولا دي كومونبير ولا دي بلو دي روكفور، نتوما واش بغيتو الفرماج اللي عندكم. انا لهنا بالنسبه ليا موتزاريلا. واش ندير؟ حطيت شويه زيت زيتونه فيها شويه ملح، وندهن هذوك لي شامبينيون تاعي قبل ما ندخلهم للفور. ادهنو وخليو يديقولين الويلة يديقولين سي با غراف، تسمى تسيح منو من مش مشكل، تعطي بنا للشامبينيون. ونحطوهم على 200 درجة في الفور، وعلى نجبتهم بعد 15 مينوت، بعد ربع ساعة جبتهم وحطيت فوقهم هذاك ليمونتال، ونعاود ندخلهم يسخنوا شويه باش يذوب هذاك ليمونتال من الفوق. واذا حبيتوهم هكا غير بالموتزاريلا مش مشكل. ها نطابو، هادو هما لي شامبينيون تاعنا فارسي افيك دو فرماج. دركا لا بروتشيتا ولا بروسكيتا، سا ديبون
كيفاه ننطقوها، هي سي ان بان ايطاليان. لازمنا دونك الخبز هذا الايطالي، لو ميل، الملح في الكحل، فرماج دو شيفر وفرماج تارتيني. حنديرو زوج بروتشيتا avec فرماج ميل، فرماج دو شيفر ميل، ونديرو زوج بالطوماطيش. درك تشوفوا لي ريسيت ها كيفاه تجي. تتباع دون طول لي سوبر مارشي، يجيو فيها أربعة. الوغ دوبت شوية تاع زبدة، 100 غرام تاع زبدة دوبتها، ندهن زوج تاع هذاك الخبز. هادي فريمون كي تعودي مزروبة وما حكيش حابة ديري بيتزا وما كيش حابة ديري، مي حابة ديري عشاء ولا غدا بريزونطابل اي او ميم طون صيفي، تقدروا حتى تديهم معكم برا. فوالا دخلتهم الفور تحمروا، دوك ندهنهم بشويه تاع فرماج اتارتيني، اي ماركه عندك جوغ سان موري. تقدري حتى ديري لاباش كيري اللي عندك في الدار. ومن بعد نحطوا لي رونديل دو شيفر، فرماج دو شيفر، توجور الفور على 200 درجة. هادوين درتهم سور لي بوتشيتا. لما عندكمش ديرو اقسمو تيبانة تاع خبز بالطول، اقسموها في النص وديرو زوج طراف، ايبا سا ريوسي اوسي وتجي على الكيف. فوالا واش نحط من الفوق، طيبتها بوندون ان كاردور في الفور، جبدتها دابا داك الفرماج، نحط فوقها شويه تاع عسل. اللي عندكم شويه تاع معدنوس، حبق، سيبولات، حطوا. فوالا انا عندي لا سيبولات، حطيت لا سيبولات. لا وسات الثالثه لي بوتشيتا موتزاريلا طوماط اوليف. واش نديرو؟ نحكمو دوك الزوج اللي بقاونا، الخبيزات هادوك اللي بقاونا، الزبده اللي دوبتها، نزيد فيها زوج مغارف نتاع بارميزون، المغرف تاع الثوم، شويه تاع الطين يعني زعتره، ونخلط. كي نخلطها وندوب هذاك الفرماج تاع البارميزون، اللي ما عندهاش دير غير زبده وثوم وملح وفلفل كحل والطين، تعود هذاك الفرماج بالتان وماغان اي توسا. ندهنوا هذاك الخبز نفس الشيء، اللي ما عندهاش دير دي تارتين دو بان، دير ان بان تحلو على زوج، يعني عندك المهم خبز. ندخلوهم الفور نحمروهم، اونطروطون نقصوا طماطم صغيره وبصيله صغيره نقصوهم رقاق، نحطوا طرف تاع الموتزاريلا تاني رقاق في نص هذيك الخليط، دوتان، ملح وفلفل الكحل، ثوم، وزويته بلديه زيت الزيتونه. نخلطوا هاد الامور هادي في اونطروطون، راهي الخبيز نتاعنا وقاعد يتحمر بهذاك الخليط اللي حطينا له فيه لو بارميزون، باش هكا تجي عنده دوق مخالف. فوالا جبناهم الفور، قلناهم بيان غراتيني، نحط فوقهم هذيك، نقسم على زوج هذاك الخليط من ومن، ونعاود نرجعهم للفور مده 10 مينوت 10 15 مينوت، وهاو الريزولتا تاعنا. ودرك نعت لكم الطاوله تاع الغداء، هام لي بوتشيتا فرماج دو شيفر ميل، طومات موتزا، لو كاسباتشو اي لي شامبينيون فارسي. شوفوا صدقوني يعني غديوه خفيفه تلقى عشيوه اوسي. فوالا هذه لا روسيت تاع اليوم، نقولكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.